الاهلي بالنسبه لي يعني كل حاجه. الاهلي بالنسبه لي ان انت اصحى من النوم اشوف اخبار النادي، انا قبل ما انام اشوف الاخبار النادي، اتفرج على الماتش من اول ثانيه لاخر ثانيه، في طقوس اتفرج على ماتش الطقوس ان انت قاعد مفيش دوشه، بحب اتفرج لوحدي، بحب اتفرج، لازم ابقى رايق كده ومركز، وفي كده اللي هو انت مش بتتفرج على حاجه عاديه، انت بتتفرج على ماتش الاهلي. انا احمد خالد، 23 سنه، بدرس ميديا انجينيرنج في الجي يو سي يعني، ومن وانا طفل والعيله، ودي حاجه واخدها بجد يعني، كلنا العيله اروح الماتشات يعني، رحت اسكندريه، رحت السويس، القاهره. فاكر اول ماتش روحته كان الاهلي وطنطا، كان 2007 مثلا، كان بابايا خدني وداني الماتش، فحسيت الاهلي كان كسب ساعتها 2-0، وحسيت ساعتها ان الاهلي ما بقاش مجرد فكره ان انا هنزل اتفرج مع جدي او جدتي او نتفرج في البيت، لا انا بقيت عايز اروح اشوف اللعيبه بنفسي، كان نفسي اتصور مع اللعيبه، كان حلمي ان انا اشوف اللعيبه اقابلهم اتصور معاهم. وبقى بالنسبه لي الاهلي بقى فكره ان انا لا لازم اروح الماتش، ولازم حتى لو فين المشوار مهما كان قد ايه ولا اي حاجه انا راح اتفرج على الاهلي. فبالنسبه لي ده دي حاجه بالنسبه لي كبيره ومش مضايقاني خالص، وفضلت اروح الماتشات كلها وفضلت اتفرج، وبقى الاهلي بالنسبه لي ادمان يعني، بقت حاجه خلاص كده كده لازم تحصل يعني، لازم اتفرج عليه ولازم اروح الماتش. ده طول حياتي بقى بالنسبه لي الموضوع كنت عايزه يكبر اكتر، وان انا طول حياتي كان نفسي ابقى منتمي للنادي اكتر، ان انا العب في النادي وان انا اشارك في اي رياضه ليها علاقه بالنادي واخد بطولات في النادي والكلام ده زي ما بشوف اللعيبه بتعمل. وفعلا اتمرنت حاجات كتير في النادي وانا صغير، بدات ان انا اتمرنت حتى كاراتيه، اتمرنت هاند بول، اتمرنت باسكت بول، اتمرنت فولي بول، اتمرنت كل حاجه، سباحه، كوره، كله. بس اللي ما كملش الموضوع ان انا على الرغم ان انا بحب الكوره وطول حياتي بلعب وطول حياتي نفسي، بس اهلي كانوا شايفين اكتر ان مستقبلي الاحسن ساعتها بالذات وانا صغير ان انا اكمل في الدراسه، وان انا اركز اكتر ان انا في الهندسه وفي الكلام اللي انا دخلته يعني. وبصراحه انا كنت مقتنع شويه بكلامهم، فقررت اكمل الدنيا زي ما انا كنت في التشجيع مش اكتر، وان انا احب النادي واتفرج عليه، وحته ان انا العب في النادي دي ما كملتش فيها قوي، ما عرفتش اكمل فيها بصراحه، بس كان نفسي اكيد يعني. فكره ان انا صاحي النهارده في ماتش الاهلي ده بيخلي يوم يبدا بحاجه كويسه، ان انا في حاجه بالليل، عارف انت لما تكون رايح تعمل حاجه بتحبها بالليل فانت صاحي اكسايتد، صاحي مستنيها كده. فاللي هو انا بالنسبه لي في ماتش النهارده الاهلي بالذات لو ماتش مهم، بحس ان انا صاحي مروق كده، صاحي مستني الماتش، اشوف الناس هتعمل ايه، اروح فين، اشوف صحابي فين عشان نشوف الماتش مع بعض. الموضوع بيبقى كويس قوي بالذات لو في حاجه في يومي ليها علاقه بالاهلي، غير كده اصحى من النوم اشوف ايه الاخبار، التدريب كان عامل ايه، النادي على اخباره النهارده، اللعيبه، الاصابات، الكلام ده كله بس يعني. ف وطبعا انا ما بصدق يكون في ماتش هنا في القاهره او في اي حته في جماهير، انت عارف ان المشكله دلوقتي مفيش جماهير، ف يعني بتبقى بعافيه شويه لما نصدق ماتش فيه جمهور على طول اخد بعض انا واصحابي نروح نطلع ماتش على طول من غير تفكير يعني. زي ما كله عارف في مصر ان الاهلي اكتر فريق واخد بطولات، اكتر فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط كله وفي مصر يعني، لو جبت اي بطوله الاهلي بيدخلها هتلاقي ان هو اكتر فريق واخدها وباضعاف اللي تحتيه، وطول عمرنا متعودين على المكسب. بس لو هكلمك عن احلى لقطه شفتها في حياتي من يعني من ساعه ما اتفرجت على الاهلي، وعامه هي اقوى لقطه تعتبر في تاريخ الاهلي كله، الحمد لله ان انا عشتها يعني، دي حاجه هفتكرها طول حياتي، ان انا نهائي الكاس، نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، كان الاهلي بيلعب الزمالك، طبعا الناس كلها عارفه الاهلي والزمالك اتنين من نفس المنطقه اقوى ناديين في افريقيا يعتبر على كلام الناس، فلما تلعب غريمك يعني نادي الزمالك في نهائي افريقيا في استاد القاهره في مصر، الموضوع ده عمره ما هيتكرر تاني، عمره ما هيتكرر تاني في تاريخ الكوره، صعب قوي تحصل تاني ان الاهلي والزمالك يتقابلوا في فاينل نهائي افريقيا اللي هو اهم بطوله، ويبقى هنا في القاهره جنب بيتي فاهم، فالموضوع بالنسبه لنا كان حدث يعني. فطبعا عرفت اروح الماتش ده مع ان هو ما كانش بالجماهير، كانت الكورونا والمشاكل فما كانش فيه جماهير طبعا، بس عرفت يعني عرفت اوصل ان انا اروح الماتش، رحت قعدت في المقصوره واتفرجت على النهائي ده بنفسي، وشفت اهم جون في تاريخ النادي الاهلي، ودي بالنسبه لي حاجه يعني كبيره، وكان معايا اتنين صحابي والموضوع كان ما يتوصفش بصراحه. طبعا قفشه،
الله يكرمه، حط لنا اهم جون في تاريخنا وفي اخر الوقت، والزمالك كان ماسك كوره وكانت الدنيا. كل اسال اي اهلاوي كان هيقول لك انا ما كنتش قادر استحمل التوتر، وجه قفشه في اخر 5 دقائق حط جون. انا من كتر ما انا مش مصدق اصلا، انا ما احتفلتش، انا فضلت قاعد ساكت مش مستوعب اصلا ان جون جه، وان فعلا هنكسب بطوله. وفضلت باص كده اللي هو ده فعلا. وبعد كده الماتش خلص طبعا، مش هقول لك الشوارع في مصر بقت عامله ازاي، اكيد كله شاف الموضوع ده. طبعا في لقطات كتير، رحت النهائي برضو في افريقيا في 2017 في ماتش الاهلي والوداد، كان في اسكندريه في برج العرب. رحت سيمي فاينلز، رحت كوارتر فاينلز، رحت كله. بس هو ده اهم حاجه انا عشتها من ساعه ما اتفرجت على الاهلي يعني، من وانا صغير. اول من وانا صغير اي موسم جديد اشوف ايه الديزاين بتاع التيشيرت واجيبه على طول، زي ما شفته يعني، او زي ما في اوضتي موجود. اعمل زي دولاب للتيشيرتس الاهلي. اول حاجه بتيجي في دماغي دايما في اي حاجه، لا انا بحب الحاجه دي، انا عايز كل حاجه في حياتي يبقى حاجه ليها علاقه بالاهلي، عشان هو بالنسبه لي اهم حاجه.